اهلا بكم السادة المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج قضايا البلد. معانا فقرتين النهاردة، الفقرة الأولى عن إنجازات الإزالات والتعديات في على أراضي الدولة في محافظة القليوبية. الفقرة الثانية معانا قيادات نقابة المعلمين لمناقشة الجدل والكلام الإشاعات وكلام معالي الوزير. طبعا احنا هنتكلم في الفقرة الأولى، احنا معانا تقرير، خلينا نشوف هذا التقرير عن الإزالات والتعديات ليه في محافظة القليوبية. نرجع لكم بعد التقرير.
نعذركم بعض التقليل زي ما شفت حضراتكم هذه الانجازات اللي قامت بها محافظه الايروبيه وبالاخص مجلس مدينه قناطر الخيريه. فبالتالي زي ما شفت حضراتكم معانا هذا التقرير يدل على ان فعلا ان بعض القيادات الموجوده في الدوله على يقين ان اراضي الدوله لازم ترجع للدوله، فبالتالي لازم في ارض على ارض الواقع يتم تشغيل بوضوح زي ما حضراتكم شفتوا كده ان رجوع الارض للدوله لاعاده وضعها الصحيح. فبالتالي ما اعرفش بقى هل هترجع لوضعها الطبيعي بان الوضع يبقى على الارض ترجع لوضعها الطبيعي، دي هنرجع تاني ونشوف. معانا الاستاذ رجب، معايا الاستاذ رجب عبد الرازق رئيس مركز ومدينه قناطر الخيريه. اهلا بيك. اهلا، مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. مساء الخير يا استاذ رجب. مساء الخير يا فندم، مساء الخير. طبعا زي ما حضرتك كان معانا تقرير عن انجازات الازالات والتعديات على املاك الدوله، فبالتالي ان محافظه الايوبيه بالاخص مجلس مدينه وقناطر الخيريه وبقياده حضرتك، فبالتالي الانجاز دوت اللي تم على ارض الواقع، هل ده حضرتك يطمنا عن ان فعلا ان ارض الدوله اللي تحوز مجلس مدينه قناطر الخيريه هترجع لوضعها الصحيح بشكل واضح على ارض الواقع زي ما شفناها كده حضرتك في التقرير؟ اكيد يا فندم، طبعا بتعليمات جاينا تعليمات مشدده من السيد معالي وزير التنميه المحليه ومعالي السيد محافظ الايوبيه بتصدي الاعتداء على اراضي املاك الدوله واستردادها، وده احنا نسقنا طبعا مع الاجهزه الامنيه وكانت حمله مكبره وما زالت مستمره على فكره، يعني احنا في حاله استنفار. وطبعا زلنا حوالي عن اكثر من 40 حاله بتتراوح بين حوالي 5 أفدنة، في منها طبعا تعديات على املاك الدوله في الاوقاف، اراضي الاوقاف، اراضي اصلاح زراعي، اراضي املاك محافظه بتاعتنا احنا، كل ده طبعا احنا استردناها وان شاء الله بامر الله تعالى في منها هترجع ارض زراعيه وفي منها هترجع نستغلها ان احنا نعمل عليها منشآت تفيد الدوله وتفيد المواطن. طب استاذ رجب، يعني برضو يعني لما نتكلم على حمله مكبره بالشكل اللي احنا شفناه ده في التقرير ده، طبعا بياخد استعدادات ووضع طبعا امكانيات، يعني ان انا عشان انزل اعمل الازالات والتعديات على الاراضي الدوله بالشكل اللي احنا شفناه في التقرير طبعا بتحتاج تجهيز ومعدات، هل كان مجلس المدينه او كان المحافظه كانت وضع الاستعداد لتنفيذ هذه الخطه؟ اكيد طبعا كان في تنسيق بيننا وبين الاجهزه الامنيه وكان في استعدادات كامله، احنا علينا طبعا ان احنا بنجهز معداتنا طبعا على اعلى مستوى، والاجهزه الامنيه برضو بتجهز نفسها برضو على اعلى مستوى، لان احنا زلنا زي ما انت شفت حضرتك في التقرير الفلل والاراضي والعمارات مؤقتا لحد ما احنا بنعمل لهم، احنا ان شاء الله في صدد ان احنا بنعمل سوق في خلال بالظبط 2 شهر بالتعاون مع مصر الخير، في خلال 2 شهر هينشا سوق في منطقه اللي هي خلف السكه الحديد وهتنقل جميع البائعين فيها
وان شاء الله تبقى الشوارع كلها فاضيه، لكن الشارع الرئيسي اللي هو شارع الميدان اللي كان كل مواطن من القناطر كان بيتضايق من وجود الباعه جايين فيه، مفيش باعه جايين فيه الحمد لله يعني. طب انت عارف طبعا حضرتك بالنسبه كمدينه قناطر الخيريه مدينه صحيحيه، فبالتالي احنا المناطق الصحيه طمنا عليها، هل المناطق الصحيه على وضع استعداد لاستقبال السياح او ان هي فعلا بوضع صحيح زي ما احنا بنسمع، او انت شايف حضرتك لسه محتاج شغل وتطوير في هذه الاماكن الصحيه؟ حضرتك ان المنطقه السياحيه في القناطر الخيريه بالذات منطقه الحدائق دي موضوع على الخريطه السياحيه واهتمام من الدوله، وفي طبعا تنسيق بين الوزارات المعنيه زي وزاره الري زي المحافظه زي وزاره التخطيط والاستثمار، طبعا في تنسيق وبصدد ان احنا في خطه لتطوير هذا المكان، وطبعا هو حاليا طبعا المكان هو مكان رائع ولكن محتاج تطوير. احنا استقبلنا في شمال السين السنه دي حوالي مليون مواطن، النادي كانت زحمة جدا وناس انبسطت وحضراتكم شفتم وممكن تكونوا حضراتكم صورتوا، ولكن المكان محتاج تطوير لأن القناطر من أجمل مدن مصر، ولكن هي محتاجة اهتمام من الدولة وتكاتف من الدولة كاملا على أساس إن هو تجذب السياحة الخارجية مش تجذب السياحة الداخلية بس، لأن أنت عارف القناطر فيها النيل فيها الخضرة موقعها المتميز، فيها الفرعين فرع دمياط فرع رشيد، فيها حوالي 500 فدان جناين، فحاجه جميله جدا، فطبعا بتحتاج تطوير من الدوله واهتمام شويه من الدوله، والدوله ان شاء الله هي بصدد. طب يا استاذ رجب احنا بنتكلم على خطه مجلس مدينه قناطر الخيريه في 2018 2019، فطمنا في الميزانيه الجديده في الخطه الجديده بالنسبه لمدينه القناطر الخيريه. والله هقول لحضرتك على حاجه، احنا السنه اللي فاتت اللي هي خطه 17 18 هديك مثال يعني. خطه 17 18 احنا الحمد لله رصفنا حوالي اكتر بالنسبه للرصف مثلا داخل المدينه رصفنا حوالي اكتر من 30 شارع رصف بين انترلوك في الشوارع الضيقه واسفلت. دي كانت طفره في القناطر بالنسبه للكهرباء، دعم الشوارع بالعمدان، في شوارع ما كانش فيها اناره فيها كشافات دعمناها، برضو في برضو زي تحسين البيئه جبنا معدات للنظافه للاشغالات الحاجات دي يعني اللي احنا بنحتاجها. طب يا استاذ رجب احنا عامة يعني احنا بنحب دايما كبرنامج قضايا البلد ان احنا بننزل على ارض الواقع، فبالتالي عايزين نشوف الانجازات دوت. سعادتك تيجي وتصور، هنبعت الكاميرا بالفريق الاعداد يصور مع حضرتك الانجازات اللي تمت على ارض الواقع في مجلس ومدينه. تيجي حضرتك احنا على فكره السنه اللي فاتت ديت مش عايز اقول لك، انا ممكن اجيب لك انجازات على ارض الواقع بجمله كلها بحوالي ما ده عارفين الكلام دوت من مليار، والشغل اللي احنا صورناه ده على ارض الواقع يشهد بالكلام دوت، فخلينا نظهر المزيد من الانجازات اللي هي قامت بيها قيادات مجلس مدينه قناطر الخيريه. اشكرك حضرتك القناه تشرف وتيجي وتصور وتحت امر حضرتك. اشكرك، اشكر الاستاذ رجب عبد الرازق رئيس مركز مدينه قناطر الخيريه، اشكرك يا فندم. طبعا احنا اتكلمنا عن الانجازات وعن الوضع المفترض بتقوم به القيادات التنفيذيه في مجالس مدينه او احياء او المحليات بشكل عام، فخلينا بنتابع بوضع زي ما احنا بنشوف كده كالكاميرات بتصور اللي بيتم على الانجاز على ارض الواقع، بنحاول نعرضه بشكل واضح على قد الامكانيات الموجوده في الوحدات المحليه.